وأبشر كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. المرء يعني يوم القيامة مع من أحب في الدنيا، فكلكم على يقين أنكم تحبون رسول الله، وعلامة الحب الصلاة على النبي، سمعنا إياها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما الرواية التي رواها شيخنا، قالوا: العلم علمان، هذا حديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. العلم علمان، علم في القلب وذاك هو العلم النافع، وعلم على اللسان وذاك حجة الله على ابن آدم. علم القلب هو علم محبة الله ومحبة رسوله. من رزق محبة الله ورزق محبة رسوله كان من علماء هذه الأمة. ليس العلم علم الأوراق، ولكن العلم الحقيقي هو علم الأذواق. ليس العلم كتاب تقلب صفحاته، ولكن العلم نور في القلب يتصل بالرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ليدرك منه كمال الحب لله ورسوله. ومن منكم يحب رسول الله؟ كلكم. أنا أظن أنكم لا تحبون رسول الله. من علامة الحب كثرة الصلاة على المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ناحية ثانية للحب علامة: لو أن إنسان أتى إلى زوجته وقال لها: أحبك. وهذا قد حصل، نجيب القصة كاملة. شاب تزوج، وفي ليلة العرس لما دخل على عروسته يقول لها: روحي فداك، أنا بحبك، جمالك، كمالك، بحبك، بحبك. إلى الساعة 12 بالليل قالت له: ابن عمي، والله أنا جوعانة، من قبل الظهر وأنا عند الكفير مشان الشعر لا فطرت ولا تغديت ولا تعشيت، جوعانة. إلا أنت حياتي، أنت روحي، حياتك، بحبك، بحبك، بحبك. كل ما تقول له جوعانة إلا بحبك وبحبك وبحبك. الساعة 1 بالليل نامت وهي جائعة، فزت على بكرة، صليت الفجر، ابن عمي جوعانة، إلا حياتي إليك، روحي إليك، حبيبة قلبي وحبيبة روحي وكذا، حبيبتي وبحبك وبحبك. للساعة 11 يا عم هو عمي إلا بحبك. قالت له: طب أنت وهالحب. ضبت أواعيها وراحت لبيت أهلها. هذا الحب الكذاب أحسن من كل هالكلمات اللي من أول يوم لتاني يوم هو عمي إلا بحبك. أحسن من كل هالكلمات سندويشة فلافل، صح؟ لو طعمها سندويشة فلافل كان الحب يطلع صادق. فليس الحب كلاما، إنما الحب اتباعا، اتباع الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأعمال. لو أحدنا سأل نفسه: هل أنا أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام؟
اسأل نفسك، خليك صادق مع نفسك، هل أنا أتبع الرسول؟ ممكن تفكر نعم بتبع الرسول، فأقول لك بماذا تتبع الرسول؟